اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران. بسم الله الرحمن الرحيم. دوستان عزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسلسلة دروسي مقدمة جزرية درس ما دربابي تاعات بوت لقمان ثم فاطر كالطور عمران لعنت بها والنور در بيتي قبلي مثال هاي كلمي نعمة ذكر شدبوت ودر إن بيت هم مثال هاي كلمي نعمة بيان مشوت يعني إن بيت هم تعلق دار ببيتي قبلي لقمان ثم فاطر كالطور عمران ولفزي نعمات در سوري لقمان وفاطر ما نندي سوري الطور هز بإن معنى لقمان ثم فاطر كالطور بإن معنى يعني لفظ نعمات در سوري لقمان وفاطر ما نندي سوري الطور هز يعني قسمك در سوري الطور لفظ نعمات بتي مطولان وشتهاز در سوري لقمان وسوري فاطر هم لفظ نعمات بتي مطولان وشتهاز عمران وهمچنا در سوره عمران كلمه نعمات در سوره عمران هم بتي مطوله هست لعنت بها ولفظ لعنات در سوره عمران بها هذا من رجاس بترفي سوره عمران لعنت بها يعني لفظ لعنات در سوره عمران والنور ودر سوره نور بتي مطوله هست لفظ لعنت لفظ لعنت در سوري عمران ودر سوري نور بتاي مطولة مباشات وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية بقد سمع يخص وامرأة يوسف ولفظ امرأة لفظ امرأة در سوري يوسف عمران سوري عمران قصص در سوري قصص تحريم در سوري تحريم بتي مطولة هست لفظ امرأة در سوري يوسف سوري آل عمران سوري قصص سوري تحريم بتي مطولة هست معصية بقد سمع يخص ولفظ معصية كلمي معصية در سوري مجادلة خاص است بتي مطولة إنجا ببنين معصية بقد سمع هدف أز بقد سمع سوري مجادلة مباشرة يعني معصية بقد سمع يخص يعني لفظ معصيات در سوري مجادلة خاص أز بتاي مطولة يخص أز إن خاطر خاص كردك در تمام قرآن كريم كلمي معصيات فقط در سوري مجادلة ذكر شدا بقد سمع يخص بإن معناك همين لفظ در سوري مجادلة خاص شده بتي مطولة ذكر شده ودر تمام قرآن كريم لفظ معصيات فقط در همين سورة مباشا وهم بتي مطولة از إن خاطر إن را خاص کرده إن بوت چن مثال هاي ديگر هم از تي مطولة كي ذكر شد لفظ نعمات لعنت ولفظ امرأة وهمچنان لفظ معصية كي در قدام سورة ذكر شد وهم بيان شد كي بطي مطولة مباشات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.